واهلا وسهلا فيكم من جديد. ويعني قديش دائما بنتحدث عن أهمية تطوير على المواد الموجودة بالجامعات. اليوم احنا بدنا نواكب التطور اللي عم بيصير حوالينا. في هناك بعض التخصصات هي ثابتة ولكن طريقة اعطاء المنهج او طريقة اعطاء المادة تختلف بالتطور الموجود لدينا. اليوم معنا الدكتورة سارة العودات، استاذ مساعد في إدارة الإدارة الاستراتيجية والأعمال الدولية تحديدا بكلية الأعمال في الجامعة الهاشمية. رح نتحدث عن معرض أقيم، هذا المعرض على بوسترات قاموا بعملها طلاب بفصل دراسي لمادة دراسية موجودة بالجامعة الهاشمية تم تطويرها من خلال الدكتورة سارة، بأنه اليوم بدو لك أنا تمام هذه المادة مهمة ولكن اليوم بتم إعطائها بطريقة متطورة بطريقة حديثة عملية، وإحنا قديش منركز على التطبيقي في العديد من التخصصات الموجودة لدينا. فاسمحوا لنا نرحب أكثر بالدكتورة سارة ونتعرف بشكل مفصل عن هذا المعرض ومشاركة الطلبة في هذا المعرض أيضا. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحكم جميعا، شكرا على الاستضافة اللطيفة. واجبنا. اهلا وسهلا فيك دكتوره. حابين يعني في بدايه حديثنا تعطينا نبذه تعريفيه اكثر على هذا المعرض، معرض افضل بوستر في المشاريع الرياديه البحثيه. بداية هو معرض للمشاريع الريادية والبحثية لقادة المستقبل، ومن اسمه بداية قادة المستقبل انه احنا بنعد الطالب انه يكون هو ريادي منذ أنه يكون عندنا في الجامعة، وبالتالي منصلحه بالمهارات اللي بتثري الثروة البشرية الموجودة عندنا، وهو اللي براهن عليه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني. وبالتالي هذا المعرض أقيم في الجامعة الهاشمية لدعم الطلبة ومساعدتهم في عرض مشاريعهم الريادية من خلال نسميها الستارت اب جورني أو الرحلة العلمية لبدء شركات العمل. وبالتالي هذا المعرض هو تم على جزئين، الجزء الأول كان في شهر 5 والجزء الثاني في شهر 12. كل جزء بيكون فيه مجموعة من الطلاب المختلفين، عدة محاور بتم تناولها. مثلا في الجزء الأول كان محاور الستارت اب، إنك كيف أنت تأسس شركتك الصغيرة ومشروعك. في الجزء الثاني كان مجموعة محاور أكثر، كان في عنا how to manage your project within هاي small businesses الموجودة عندك، وضفنا عليها الريادة في الأبحاث لطلبة الماجستير. الستارت اب جورني عندنا بتبلش هي مرحله من مجموعه من الخطوات، يعني مش الطالب بيشارك وبيجي على المعرض، لا احنا بنمشي معاه من اي تو زد كيف انت تاسس وتطور هاي شركتك الرياديه. بنبلش معهم المرحله الاولى هي انك تبني انتربرينورال كلتشر، تبلش بخلق بيئه ريادية موجوده عندهم في هذا المحاضرات، وبالتالي بنبلش نشتغل على الكونفيدنس تاعت الستودنت، بنبطل انه دي از ستودنت بصير نحكي انه انت ريادي، منبلش نخلق عندهم هاي الثقافة. بعدين نشتغل على إشي اسمه في الخطوة أو المرحلة الثانية هي عملية الايديا جينيريشن، كيف أنت تطور الايديا عندك اللي هي موجودة وتحولها مش فقط من أفكار إلى فرص ريادية. الفرصة الريادية يجب أنها تكون ناجحة، ومش كل ايديا بتتحول لفرصة. وبالتالي إحنا بنشتغل مع الستودنتس أو الطلاب الموجودين عنا على تطوير هاي الأفكار وطرحها بطريقة تكون فيابل يمكن تطبيقها. بعدين بنتواصل مع الطلاب بطريقة الحوار أو العصف الذهني حتى نشوف شو البروسيس اللي هم أو السيكتور اللي هم مهتمين فيها. فعندنا مجموعة من السيكتورز، يعني مش شرط أنت تكون فقط في الإدارة، في ناس كانت توجهها في الفاشن، في ناس في الهندسة، في ناس في السولار إنيرجي، فكان في عندنا تنوع واضح في اهتمامات الطلاب، وهذا شوي بيعطيهم دافع أنه ممكن في تخصص كان يحبه وما قدر يفوته، فهو بيقدر يبدع فيه بهذا المجال. بعدين ننتقل للمرحلة اللي بعدها هي عملية صياغة الفيجن. لازم تبني شركتك على فيجن، شو رؤيتك؟ هل أنت مهتم بأنك تكون فقط محلي ولا أنت حاب تكون من الأول عالميا؟ وبالتالي هذا بيفرق شو البزنس موديل حنشتغل عليها. ممكن تكون سكالبل بزنس موديل، عادة هذا اللي طورناه حتى تكون البزنس able to scale globally من البداية، وهذا اللي معظم الشركات الصغيرة بتفشل فيه، أنه أول شيء ما عندها بزنس موديل، ثاني إشي هي بعد ما تأسس الشركة ما بتقدر تتوسع. وبالتالي إحنا بنشتغل على هدول التو كي بوينتس من البداية. بعدين نبلش في إشي اسمه البيلدينج بلوكس في الكانفاس بزنس موديل، بنبلش نأسس إنه مين الكاستومر تارجت اللي أنت عم تستهدفهم. لازم هذا تكون واضح من البداية، هل هذا التارجت إنف إلك ولا الفيجن تبعتك، ولا أنت بحاجة لتارجت ماركت أكتر، هل أنت بتستهدف بس الأردنيين ولا بتستهدف الوطن العربي أو أي شخص ناطق باللغة العربية ولا
in general. So منبلش نتناقش في كل جروب مختلف من هدول الطلاب. بعدين ننتقل لمرحلة إيش الفاليو بروبوزيشن أنت بتقدمها. هدول الكاستمر ليش هم بدهم يجوا ياخدوك أو ياخدوا الخدمة أو السيرفيس اللي أنت بتقدمها وما يروحوا للكومبيتيتورز. بناء عليه بتحدد شو الفاليو اللي أنت هتقدمها. بعدين ننتقل للشانلز، كيف هتوصل مع الكاستمر، كيف هتعملهم relationship معهم. مهم إنك تبني loyal customer وإنه ما يجي بس لمرة واحدة ويروح. بعدين ننتقل للشق الأيسر من الكانفاس، مين هم البارتنر اللي لازم يكونوا معك، فلازم تستهدفهم. إذا أنت كنت within sharing economy زي أوبر وإير بي أن بي وكريم، أنت لازم يكون في عندك بروفايدر لهاي السيرفيس. فمهم تعرف مين الأشخاص اللي حيكونوا معك في هاي الشركة أو اللي هم أساس اللي نسميهم الكي سكسسفل فاكتور اللي حيكونوا معك بهاي الشركة. بعدين ننتقل لشو الكي أكتيفيتي اللي أنت لازم تعملها. كل إشي لازم يكون واضح. مين الـ resources، شو لازم يكون عندك platform، لازم يكون مثلا عندك softwareات معينة، depend on شو السيكتور اللي أنت عم تستخدمه أو القطاع اللي حاب أنت تكون فيه. بعدين ننتقل لمرحلة شو الكوست، مهم تعرف شو التكاليف اللي عندك حتى تقدر تعمل running لهذا المشروع. وبتنتقل بعديها للـ revenue stream، كيف أنت رح تجيب أرباح. وهذا جدا مهم، مهم انك تعرف هل انت حتعمل ادفرتايزمنت على الابلكيشن، ولا حيكون في عندك سبسكرايب معين، ولا مونثلي بيمنت، شو البيمنت بلان اللي عندك. بعد ما نتاكد ونعمل تيست لهاي البزنس بلان نتاكد انها صحيحه 100% وقابله للتنفيذ، ننتقل للمرحله اللي بعدها، هي مرحله البزنس بلان. مهم يكون في عندك بزنس بلان، بتختلف طبعا اهميتها باختلاف البيربوس تبعها او الهدف اللي انت جاي علشانه. وبالتالي بنبلش نعمل شو الكومباني اوفر فيو، بلش تحدد هويتك كشركة. بعدين ننتقل لمرحلة الماركتينج بلان، شو خططك التسويقية. نعم. مهم خاصة أنه يعني تقريبا أكثر من 90% من المشاريع اللي كانت عندي ديجيتال بلاتفورم، فهي سكالبل وسهل أنك تطبقها، وبنفس الوقت فيها سنسيتيف أنه هاي الابليكيشن إذا الكاستمر نزلها ومرتاح فيها وعملها ديليت ما حيقدر أنت تعيد تجبره أن يرجع ينزلها. فالكوست للريتينينج الكاستمر اللي أنت بتخسرهم كتير عالية. فمهم يكون عندك بلان، ماركتينج بلان واضحة من البداية. مهم تعرف شو الماركتينج ميكس وتعمل كومبتيتيف أناليسز، تحدد شو هم المنافسين تبعونك وكيف أنت بدك تعمل إشي نوفل يعني يونيك عنهم متميز بطريقة أنه يجي كل الكاستمر يكون willing and able to buy your services. بعدين بتنقل للمرحلة الأخيرة اللي هي الأوبريشن بلان، وبنشتغل على السبلاي تشين مانجمنت وكل البلانز اللي هي موجودة وبتكون هي جاهزة في هاي المشاريع. ونهاية نعطيهم مهارات هاو تو بروديوس البوستر، كيف أنت تقدر تحكي عن البروجكت تبعت within 3 minutes. جميل، لازم تقدر تحكي عنه. فهاي إن جنرال تمام، يعني كل هذه المواضيع مهمة جدا بيتم الحديث فيها، ونشوف إنه اليوم التوجه لأي مشروع هو جلوبال عالمي. صح. هو مش بس بمنطقة معينة، حتى أنت ما تعمل بمجرد أنت أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي أنت وصلت للعالم ككل. ولكن اليوم كيف إقبال الطلبة على هذه أو هذا المعرض، وكيف اليوم تفاعل الطلبة بحاجتهم لمثل هذا الأمر لإنجاح مشاريعهم؟ أنا بعرف كثير شباب من خلال شغلي معهم أنه الأغلبية له مشروع الخاص، له مشروع الريادي، حتى لو كان مرات في بعض الأحيان مش منتجات ملموسة، في بعض الأحيان تقديم نصائح مشورات، يعني العديد من الأمور. فنتحدث عن هذا الموضوع تحديداً. إجمالا الطلاب زي ما حكيت لك هاي بتكون في مساقات معينة لازم أكون أنا بدرسها، فهي مبادرة مني صراحة في قسم إدارة الأعمال، وبالتالي لازم الطالب يكون مسجل في مساق إدارة مشروعات صغيرة أو إدارة مشاريع أو إدارة تسويق من خلال تواجدهم في هذه التخصصات. بالزبط. هل هناك أنا أتحدث بهذا الموضوع؟ فبالتالي الطالب هو بداية يعني كانت البوستر الأول كان 6 مشاريع بلشنا إحنا، وهاي الست مشاريع كانت بواقع 70 طالب، فكان عدد المشاركين 70. في المعرض الثاني كان لا المشاركين 180 طالب في واقع 25 بوستر، فكان نقلة نوعية وإقبال أكبر على هاي المشاريع. حتى إحنا يعني عادة كيف بنقسم الجروبات بناء على اهتمامات الطلاب، فأحيانا كنا نقول هذا الجروب فيه 10 وبعد خلال الفصل أو الأيدياز يحكوا لا إحنا نرجع ننقسم جروبين لأنه عندنا فكرة أكتر، أو إحنا ما اتفقنا مع هذا الجروب لأنه فكرتنا ريادية مثلا في مجال مختلف. فنوعا ما الطلاب بتشجعوا وبفاجئوكي بالأشياء اللي بيعملوها. أكيد. فأنت بتكون ماشي معهم step by step. يعني في عندي ما شاء الله جروب اسمه نيردك،
إن شاء الله حيكون في شهر 2 من شهر 2 حيطلقوا الأبليكيشن تبعهم. فاجئوني عاملين الويب سايت الأبليكيشن مؤسسين كل إشي. كمان أنت بتفتح لهم فرص وآفاق عالمية، يعني زي ما تفضلتي أنت أنه أنت بس تعمل بيج على الويب سايت، هي أي ماشي على مبدأ إشي اسمه النتورك أفكت. أنت لأنه أنت مبني الكاستمر تبعك على يوزر، فأنت بحاجة لأكبر عدد من اليوزر يكونوا عندك حتى تقدر أنت تتوسع. فبطل مفهوم السكالابيليتي مبني على عدد العمال الموجودة عندك في الشركة حتى تنتقل من سمول للارج. ممكن شركة عالمية بتحقق البليونز اوف دولارز وعندها فقط 5 موظفين، فبطل الهيكل. المفهوم في الانترناشنال بزنس كثير اختلف، حتى الثيوري صارت اوت اوف ديتد، وهلا كل الريسيرشز جميل بالضبط. هذا بدعونا دكتور الحديث يعني باختصار لو تكرمت علي على أهمية ريادة والابتكار ودعم شبابنا الأردني الطموح لمستقبل أفضل وعالم رقمي جديد، فضروري إحنا نوفر له حاضنة للريادة والإبداع، فأهميتها في هذا الوقت الحاضر. طبعا أكيد، يعني الطاقات الشبابية اللي عندنا جدا رائعة، وعندهم طاقات وإبداع إنهم يقدروا يبلوروا أي تحدي إلى فرص معينة، وبالتالي مهم جدا إحنا نوفر لهم حاضنات الأعمال، لأنه معظم التحديات اللي هم بواجهوها مالية. مثلا في عندي بالجروبات، في عندي 8 مشاريع تم قبولهم لمسابقة Future Founders مع شركة زين في زينك موقعها مقرها بالجامعة الهاشمية، معظمهم تأهلوا للمرحلة النهائية. في جروب انقبلوا في مسابقة الهيلث برايز العالمية، وبالتالي المشاريع هي مش فقط عم تنطلق من مساقات، لا هي عم تتجاوز الحدود الجامعة الهاشمية. وفي كتير عم يعني صدى المؤتمر الأول أو سوري المعرض الأول استقطب ناس ما تم دعوتهم للمؤتمر من مستثمرين ومن جهات ومؤسسات موجودة عندنا، فبالتالي الكونكشن صار يفتح لهم آفاق وفرص أنه عن جد هذا اللي عم بيصير إشي قابل للتطبيق، وبالتالي جدا جميل. مهم. نعم، يعني أكيد في هناك نية العقد نسخة ثالثة، يعني نظرا لهذا التطور وهذا الانتشار الواسع بين الطلب، وأكيد قديش كل طالب عنده هذا الحافز بأنه يقدم ويشترك معكم. بدنا نشكرك جزيل الشكر دكتورة سارة العودات على تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات، وكل التوفيق لكم ولجميع العاملين في الجامعة الهاشمية. شكرا كل الشكر لك دكتورة، ويعطيك ألف عافية. وأنت